الطب المصري هو أبرز وأعظم دلالات الحضارة المصرية القديمة، واحد من أهم وأعظم العلوم الإنسانية. على خطى الأجداد نمضي ويتوارث الخلف إنجازات السلف. وتشرق شمس عام 2013 وبناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يصبح حلم إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة واقعاً. ففي 14 من يوليو عام 2013 تم إصدار القانون رقم 74 لعام 2013 بإنشاء الكلية لتستوعب 200 طالب كنواة للكلية في عامها الأول، ليصل المستهدف إلى 1200 طالب تم استقبالهم على مدار 6 سنوات. وتم وضع مناهج الكلية بالتعاون مع كليات طب القصر العيني بجامعة القاهرة، وكلية طب جامعة عين شمس، وكلية الطب بجامعة قناة السويس. ويتواصل العمل لتحقيق أهداف الكلية ضمن خطة طموحة لتخريج ضباط أطباء أكفاء علميا وعمليا وعسكريا، وذلك من خلال طرق تدريس تضاهي مثيلتها في الجامعات المصرية والأجنبية. وإحنا بنجهز لافتتاح الكلية ووضع المناهج ليها، كان التحدي الأساسي إزاي المقرر بتاعهم يحتوي على كل المهارات الطبية والمحتوى العلمي المطلوب من أي طالب كلية طب، أنه ياخد كل المواد العسكرية والمواد الطبية العسكرية، لأنه في الآخر هو ضابط في القوات المسلحة. قلعة طبية عسكرية تضم العشرات من الأقسام العلمية المختلفة وسط تنوع في التخصصات وثراء في شتى المجالات. وتتنوع منشآت الكلية لتضم قاعة كبرى للمؤتمرات، مدرجات المحاضرات، معامل للمهارات، تجهيزات لممثلات تعليمية وتدريبية تساعد الطلبة في مجالات الكشف والعلاج، قاعات دراسية وقاعات متعددة الأغراض، وأحدث التقنيات في مجال نقل الصورة عن بعد، أحدث الوسائط التفاعلية بنظام الرؤية ثلاثية الأبعاد لمساعدة الطلبة على تخيل كافة العمليات الفسيولوجية للجسم البشري، تجهيزات إدارية على مستوى عال من الكفاءة اللوجستية. وتنقسم برامج التعليم في كلية الطب بالقوات المسلحة إلى الآتي: برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، برنامج المواد الطبية العسكرية، ومن أبرزها الطب البحري والأعماق وطب الطيران والفضاء، وبرنامج المواد العسكرية. وتلتزم الكلية بتطبيق المعايير العالمية. الإدارة عندها فكر جديد متطور، منها تغيير المناهج بصورة جذرية وتحويل التعليم إلى نوع من التواصل والتداخل بين الأساتذة والطلاب وتدريبهم على مهارات إكلينيكية. وإلى جانب برنامج تنمية وتطوير شخصية الطالب المقاتل، تولي الكلية اهتماما بالطلبة الموهوبين في المجال الفني مثل الرسم والموسيقى. وكذا الاهتمام بالمهارات والمواهب الرياضية وعدد من الألعاب الفردية والجماعية. ولم تألو كلية الطب بالقوات المسلحة جهدا في التعاون مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، وتم حضور 3 مسابقات دولية في 3 سنوات متتالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحصلت الكلية على المستويات 1، 2، و2 في مسابقة IGEM. كما أرسلت كلية الطب بالقوات المسلحة وفودا للتدريب مع العديد من الدول مثل ألمانيا، إيطاليا، اليابان، الهند، باكستان،
ودولة الإمارات العربية المتحدة. وفي سياق متصل، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة قبل ظهر اليوم وفد طلبة كلية الطب العسكرية التابعة للقوات المسلحة المصرية. مش هتتعمل جامعة في مصر تاني وأنا موجود هنا إلا إذا كانت عاملة توأمة مع أفضل 50 جامعة في العالم. إحنا أخذنا بالرؤية بتاعت سيادة الرئيس إن إحنا لازم يكون فيه إكسبوجر للعالم الخارجي علشان تخلينا متفردين عن أي كلية داخل مصر أو خارج مصر. وكان من أبرز ما قامت به كلية الطب بالقوات المسلحة توقيع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة ولاية ميتشيغان بالولايات المتحدة الأمريكية، وقاموا بمراجعة المناهج الدراسية لنظام 6 سنوات دراسية، هذا بالإضافة إلى سنة امتياز، ولتمنح جامعة ولاية ميتشيغان شهادة للطلبة الخريجين بكلية الطب بالقوات المسلحة. Michigan State University and the College of Osteopathic Medicine is privileged to assist the Armed Forces College of Medicine in preparing young physicians to be the leaders of tomorrow for Egypt and the world. Michigan State is proud to be a small part of developing Armed Forces College of Medicine. وتهدي أيضا إلى كلية الطب بالقوات المسلحة عددا من الكتب تعبيرا عن تقديرها لأهمية مبادرة الكلية اقرأ لتقود. وفي مجال التقييم المستمر لطلبة الكلية، قامت جامعة ولاية ميتشيغان بعقد اختبار دولي آيفوم وبإشراف كامل من وفد من الجامعة أثناء زيارتهم للكلية. أحيا مصر. كما قامت الكلية بالاشتراك في أحد أكبر بنوك الأسئلة الدولية، بنك الأسئلة الكندي. النهاردة احنا موجودين بنشهد وجود امتحان عالمي مقدم من هيئة كندا لبنوك الأسئلة. إذن هذا الطالب عندما يمضي في هذا الامتحان هو مؤهل لدخول العالمية أو مؤهل إن هو يتخطى أي امتحان على مستوى العالم، لأن طرق التقييم والقياس اللي تقدم لهم من خلال هذه الكلية، كلية الطب للقوات المسلحة، هي بالطريقة العالمية التي مبنية على نماذج من الأسئلة تحاكي كل المواقف العالمية في القياس والتقويم. ويتم سنويا سفر وفد من الكلية للتدريب بجامعة إمبريال كوليدج بالمملكة المتحدة، كما استقبلت الكلية عددا من الوفود من الدول الصديقة والشقيقة. وقامت الكلية بتفعيل برنامج المشاركة المجتمعية لتوعية طلبة المدارس ضد أمراض السرطان من مراحل التعليم الأساسي والثانوي، هذا بالإضافة إلى التعاون بإرسال وفد سنوي للتدريب بمؤسسة السير مجد يعقوب بمركز القلب بمدينة أسوان. الطلبة والكلية على أعلى مستوى ومهتمين بالريسيرش والأبحاث العلمية، ودي حاجة مشرفة وجميلة جدا. أنا فرحانة بالولاد إنهم خلصوا قسم سنة ستة، أنا فاكرهم أول يوم ما دخلوا. الحقيقة هو تم إعدادهم إعداد جيد، إن شاء الله هم هيكونوا إضافة لممارسة المهنة الطبية مش في مستشفيات القوات المسلحة بس، لكن على مستوى مصر كلها. أنا بنصح زمايلي اللي هيقدموا في الكلية السنة دي، أهم حاجة عندهم إن هم يكونوا ناويين يخدموا وطنهم عن طريق الاهتمام بتخصصهم، إن الشرف اللي هينلوه هنا لما يجوا يدخلوا الكلية دي وشرف خدمة الوطن ده شرف لا يضاهيه شرف، وده كله كان ليه دور كبير جدا في تكوين شخصية الطبيب المستقبلي اللي هننشد إن احنا ننفذها مش بس عشان نفيد أفراد القوات المسلحة، ولكن على الصعيد الأعم عشان نفيد جميع أفراد جمهورية مصر العربية. أنا بأهني أسرة هذه الكلية العريقة التي ولدت في داخل القوات المسلحة حتى تكون إضافة لمنظومة تقديم خدمة صحية لكل المواطنين. فإذا إضافة هذه الكلية إلى منظومة التعليم ومنظومة الكوادر هي إضافة بدون شك كبيرة جدا. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله، وأتمنى أن احنا نرى دفعات كثيرة قادمة بهذا القدر اللي أنا شفته من التميز. وتقديرا للعطاء الوافر، تقدم كلية الطب بالقوات المسلحة الشكر والامتنان لهذه النخبة المنتقاة من العسكريين والمدنيين ممن ساهموا في إنشاء هذا الصرح العسكري الطبي الشامل. كلية الطب بالقوات المسلحة أمل جديد وقلعة طبية عسكرية تليق بمكانة جيش مصر وشعبه العظيم.